Yeah.
رحاب الهدى يا منار الضياء رحاب الهدى يا منار الضياء
سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبشر.